طب الا اللي هيتدخل في الموضوع ده ما هيحصل له طيب. لا ما حدش له دعوه. انت شفت عمل معايا ايه بره؟ وحيات امك تعور مين يا ده؟ انفخك عاملك بالونه طيرك في احتفالات اكتوبر يا ابن الورمه. وحيات امك يلا تعور مين يا ده؟ انا هحطك في السيخ واعمل حواليك نور ابيع منك شاورما كلاب يا له. انت يا عم ورحمه امي من يلا تعور مين ده؟ انا هحطك في علبه وابيعك في اي صيدليه على انك لبوس يا ابن الازعه. لبوس ده ايه؟ عيل قليل الادب انت. ما شفتش عم يا عم؟ انا بابا شوف حالك مش فيلم هو. انت يا عم وكتاب الله ما سايبه النهارده ورحمه امي من لسه بتقلق يا عم. انت شوف لي اي بوليس بره. بوليس ايه؟ بوليس اطفال. شوف لي اي امين شرطه راكب عربيه بمبم حتى ليه؟ يمسك بقى كل بان ابن الهرمه ده يا عم. نفهم يا عم. يا امي ما انا سايبه النهارده. ما ده مكان اكل عيش لازم تفهمني. ده كان هيشلني بره يا راجل. ايه اللي حصل؟ ماشي بعربيه نص نقل في امان الله يا ريتها عربيتي. أيوه. عربيه مأجرها محمل عليها شويه بضاعه وجاي ناحيه المركب. الله يسهلك. العربيه وقفت في نص السكه ولقيت دخان طالع من العربيه. أيوه. قلت العربيه شرقانه انزل اسقسق لها. يعني ايه؟ نزلت اسقسق يعني للعربيه. يعني ايه سأسأل؟ العربيه لما تشرق تحتاج تسقسق. انت هتشرح لي سقسق؟ تمسك الخرطوم بتاع البنزين. ايه يا بنت؟ بتشتغل ايه يا ولد؟ جرسون. ما تعرفش يعني ايه اسقسق لها؟ لا. وحيات امك انا سايبه. أنا. فتحت كبوت العربيه حايس مش فاهم ولا اي حاجه. ام نعمه بتعمل شاي بره. عارف. قالت لي الواد بودره وحش الميكانيكيه هنا. يعني ده شكل ميكانيكي؟ ما هو شبه المفتاح الانجليزي قدامك اهو. ما علينا. امن بالله. لا اله الا الله. انا نص ساعه عشان اشوفه واقف تحت مني يقول لي انا الميكانيكا. بص حوالين نفسي مش شايف حد. فين وفين المفاتيح وقعت مني. بوطت اجيبها لقيته راكن جنب النمره كده اهو. قلت له ليك في تصليح العربيات يابا؟ قال لي شيلني حطني على الكبوت. ايه؟ رحت شايله حطه على الكبوت. وقف على كبوت العربية كأنه واقف في حمام سباحة وراح ضارب غطس جوه الموتور واختفى. اختفى راح فين؟ يا اسطى بودرة انت فين؟ كلمني بيجري زي العرسة مني كده اهو. يا اسطى بودرة لغين انت فين؟ بيجري زي الفار مش عارف امسكه. اخر ما زهقت جبت حتة جبنة رومي حطيتها جنب البطارية طلع عشان ياكلها رحت قافش في رقبة اهله. كله مش حسيبة. حلو قوي حلو قوي الكمين ده والله. قلت له العربيه فيها ايه؟ اه. قال لي العيب مش في خرطوم الميه. امال في ايه؟ في ترمبة الميه. ماشي ماشي يا اسطى بودره اعمل ايه؟ قال لي شيلني حطني على الكبوت. شغال عند اهلك انا. خد دراعاتي يا راجل. شلته؟ شلته حطيته على الكبوت. اه. قلع بقيت هدومه وضرب غطس جوه قربة الميه دي. الصغيره دي؟ ده كان هيغرق فيها. قعدوا لي ماليش طول في القربه. ماليش طول في القربه. لقيته بيغوط راح ناحيه البراميل. قلت له ده هيغرق مني بقى. عملت ايه؟ رميت له العوامه سحبته بيها على طول. ساب العوامه نط في الريداتير بتاع الميه السخنه وقعد شاغلني من القربه على الريداتير من القربه على الريداتير. بيعمل ايه؟ عمال يسقف يقول اول مره استحمى بميه سخنه. انت جاي تشتي عند انا. معلش يا عم. الله صعب عليا. قلت لا يبرد مني. نشفته بفوطه صفرة صغيره كده وركنته شويه على البطاريه. شويه ليه؟ قلت يمكن عايز يشحن ولا حاجه. حطيت رجل على رجل بقى وابتدى قال يشغلني عنده. ايه بقى؟ قال لي ناولني مفتاح 12. ناوله. ناولني مفتاح 14. ناوله. اخر كلمه سمعتها منه. إيه؟ قال لي ناولني طفيت الحريق. ليه؟ العربيه ولعت. رحت قافل عليه كبوت العربيه. وهو جوه الموتور؟ هو جوه الموتور مولع كده. امال طلع منين؟ إيه؟ مش شكمان. اه يا دوب. طلع مدد ايده عايز 50 جنيه. لا والله بتوع يلا ال 50 جنيه. 50 جنيه. حق بوصل. لا والله العظيم ده انا ضربته ضربه بره وخدت بطاقته. برافو عليك. عايز بطاقتك يجي الظابط ياخدها. وحياه امي ما انت واخد بطاقتك. بص بطاقته شكلها ازاي؟ ايه البطاقة الغريبة دي؟ وايه البصمة دي؟ لا دي صورته. لا يا عم بصمة. وهو شبه البصمة هو قدامك. لا ولا ايه؟ لا مش حسيبك. بقول لك والله ايه؟ والله ما سايبك. حاول تسوي نفسك معاه عشان لو جالك حد من قرايبه اخوه ابوه ما يعملش معاك كلام. يجي اخوه يجي ابوه يجي اي حد من عيلته مش عارف اتفاهم معاه. ده انا اتنصب عليا من مصر كلها ناقص القصيرين ينصبوا عليا. وحياة امي ما انا سايبك. يجي اخوك يجي ابوك يجي اي حد من عيلتك. ما عنديش غير الجزمة القديمة. يا عيلة واطية يا ولاد الكلب. انت حكيت الفانوس يلا ولا ايه؟ العفريت اللي طلع ورانا ده اقف هنا لما يجي حد من حاجه غريبه جدا والله. اقف هنا لما يجي حد فين اخوك يلا؟ اخوك اخوك يا ده اخوك التاني اللي قبل يلا. ما تخليش حد غريب له جمايل على اهلك يلا. انت بتدخل الناس في مشاكل. اخوك فين؟ ده اخوك؟ يا ليلى سودا الله. بجد انت اخوك؟ اه اخوك. اخوات اخوات؟ اه. من ام واحده؟ اه. ومن اب واحد؟ اه. انت اخوك بجد والله؟ اه. انا مش مصدق. معاك بطاقه؟ اه يا خرق. اهي دي البطايق. الله دي مطلعها في الاستاد دي ولا ايه؟ الله دي بالنسبه له بطاقه بالنسبه ليك بطانيه دي يا ابن ايه؟ اديني 50 جنيه. مش بتفاهم معاه. ماشي عايز ايه؟
الله بتتنطط دلوقتي هتقتل. انت كنت واقف زي الكلب. اعرف يا مفتري. يا مفتري انا. طب انت يعني انت اجيب الرحمه. انت شبه صبع السجق، هتاخد فلوس تعمل بيها ايه؟ خد حر ونار في جتتك تصرفهم على صحتك. اه تعمل شلوت لا مضربه. ايه ده بيقول ايه الاخ بودره؟ مش فاهم. زي ما ضربته بالشلوت انا اللي هضربك بالشلوت. يا راجل وحد الله اخوكم مش فاهم كلامه. بيقول زي ما انا ضربته بالشلوت هو اللي يضربني. اضرب يلا وخلص حقك. انا اللي هضربك بالشلوت. الله انت مالك ومالنا احنا عيال صغيرين مع بعض. الله انت ايه اللي دخلك في المشاكل دي؟ خلصني يلا اضرب الشلوت. انا اللي هضربك بالشلوت. يا راجل دي رجل تضرب بني ادم شلاليط؟ ده انت لابس ميكروباص في رجلك. هو بص رجله صغنونه ازاي اختي كاميله. يا اختي يا اختي ده لابس طفطف في رجله ده ولا هو يديني بالشلوت كاني باخد ابره. يلا خلص. اه اخو لازم اضربك بالشلوت. يلا بقى هي صياعه ولا ايه؟ اه تنطيط وعفرطه يعني. اه مش عايزين تلموا الدور. اه عايزين تولعوها. اه ايه نرجع للاجرام تاني. اه مش عايز تلم الشوط. طب ماشي 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 يلا بقى مدام هي ساعة وتنطيط وقلة أدب وعفرطة وأنا عايز ألم الدور وأنتم مستضعفيني مفكريني مش قادر عليكم. ماشي يرجع أخويا من العراق وهو يخلص مع أهلك أنت وهو ده. إلا كده إنما بص الواد لسه واقف لي إزاي؟ قال يعني خلاص الواد يديك اللي في وسط 12 فرخة وأنا اللي واخد جنب في العشة. خلاص يعني خلاص أبو السيعي الولد اللي في المنطقة الدند بتاع الحتة يعني. ماشي تطلع أمي من السجن وخلص معاها لو وحتى لو ماما ما طلعتش كفايه قوم بيك انت واخوك يا حراميه يا اولاد الحراميه. يلا يا ابن القصيره. يا راجل دي بقت عيشه تقرف والله العظيم. كل واحد دلوقتي مش فاهم في شغلانه يجي يقول لك انا ملك الشغلانه دي يبوظ الشغل وفي الاخر يمد ايده عايز فلوس. داخلين على القرن الواحد وعشرين ولسه عمالين نغش في بعض ونعمل اونطه. مش هينفع. وكتاب الله السنتين اللي جايين دول لو ما خدنا بالنا واخترعنا واشتغلنا وحبنا بعضينا ما هيبقى لنا وجود في القرن اللي جاي ابدا. وبقولها لك انا هو والله. خليك انت باصص لي كده انت وهو يعني معانا في الواحد وعشرين ولا مريح شويه؟ لا شكلك مقبل على عشرين. خليكوا عشرينات يا ابا ربنا يسهل لكم. برجك ايه يا حبيبتي؟ انا برج الجدي. وانت يا حبيبي برجك ايه؟ انا برج نور. الله طب ما تقعدوا في زريبه. الله حاجه غريبه يا عيني. يعني هي تبتدي بالابراج وتنتهي برضه بالابراج. تبتدي برجك ايه وبرجك ايه وانتهي من بعد الجواز من فوق برج الجزيره كده مع بعض. اقعد اتكلم ولا هترد عليك. بتنصب لك خيه يا حمار. بتنصب لك خيه زي اللي اتنصبت لنا كلنا يا حمار. بتسجل عليك شرايط من دلوقتي يا ولا انفت بجلدك. انفت بجلدك يا ولا انفت بجلدك. يعني مش حاسس. هو في الاول كده هو اللي يتكلم وهي اللي تسمع. بعد الجواز هي اللي تتكلم وهو اللي يسمع. بعد 3 سنين من الجواز هما الاثنين يتكلموا وام لا اله الا الله هي اللي تسمع. الله يا ربنا يسترها معاكوا يا ابني. خدها اقعدها في جنينه ولا اعمل معاها اي واجب كده يا ابني. يا جدع انت مالك من الزباين؟ والنبي اصل كنت شايف بتاعت العينات. خدها تتوكل على الله. الله يخليك. بقول لك يا اخ منور. الله يكرمك ويسعد وقتك. اسم سعادتك ايه؟ منور. يسعد وقتك يا رب الله يخليك. اسم سعادتك ايه؟ منور. يسعد وقتك. يسعد وقتك. انت ابن حلال من ضياف. اسم سعادتك ايه؟ منور. انا خلقي ضيق. بتجيلي كرشة نفس عندي خلق ده. اسمك ايه؟ منور. هنقضيها كده طول الليل؟ في ايه؟ اسمك ايه؟ اسمي منور. انت اسمك منور؟ ايوه. ده طول النهار ولا بعد الظهر بس؟ ايوه طول النهار منور كده. انت ما تمشيش بطاقة. امشي بايه؟ انت تمشي بعداد. ايه كهربت؟ فيك حاجة عريانة. ايه؟ فكش سلكة ملمسة كده ولا والنبي الاقي صديقي وحبيبي ميمي طنطن. تعرفه منين؟ لا ده صديقي من ايام الدراسه بقى. دراسه ايه يا عم ده شكله مسابقك. هو اصل كان في ثالثه اعدادي وانا في سته ابتدائي. آه. انا قعدت انجح وهو يسقط لحد ما قعدنا في تخته واحده في ثالثه اعدادي وبعدين انا طلعت اولى ثانوي وهو رجع اولى حضانه. اه والله ما كنتش فاهم حاجه خالص. بليد. اقول له مين؟ قول له حبيبك بقى. مين يعني؟ عبده حلقوله. ماشي. خد خد خد. إيه؟ بلاش تقول له عبده حلقوله. قول له ايه؟ قول له واحد صاحبك من ايام الدراسه. انا عايز اشوف هيفتكرني ولا لا. ماشي. وانا هستخبى له هنا. ماشي. اوعى تقول له حلقوله. يلا انا بحب الحاجات دي قوي. استاذ ميمي. استاذ ميمي طنطا. Says